لماذا تسير السلحفاة ببطء؟ حكاية من التراث الأفريقي. فيل، فرس، زرافة، حمار وحشي، ثعبان، جميع هذه الحيوانات تعيش في أفريقيا. انظروا إلى الحيوانات في بلادي، إنها عديدة، إلا أن لكل منها مواصفاته وميزاته الخاصة. فأنا على سبيل المثال ملك جميع هذه الحيوانات، ولكن لن أصبح أسرع منك. هذا صحيح، فالفهد هو أسرع الحيوانات. بودي أن أعطيك شهادة أسرع حيوان، ما رأيك بذلك؟ تعطيني شهادة؟ نعم، وسوف أعطي شهادة لكل حيوان بناء على أحسن صفة يتحلى بها. وذهبت جميع الحيوانات إلى ملك الغابة، وكل يطلب شهادته. ما هي أفضل صفاتك يا قرد؟ أنا أسرع الحيوانات المتسلقة للأشجار. حسن، وأنا أؤيد ذلك. شكرا. وأنا أكثر الحيوانات طولاً. حسن، ها هي شهادتك. قام ملك الغابة بتوزيع الشهادات على الحيوانات. كان أقوى الحيوانات في السماء هو النسر، أما النمر فقد نال شهادته لكونه أكثر الحيوانات رهبة في الغابة، وكان عدد الحيوانات كبيرا فوزعت عليها شهادات عديدة. وها هو الثعبان يتسلم شهادة أنحف حيوان، أما الحيوان البري فتسلم شهادة أقبح حيوان. وهكذا حصلت جميع الحيوانات على شهاداتها في ذلك اليوم. هل بإمكانكم التفكير ببعض الشهادات الأخرى التي أعطيت إلى بقية الحيوانات؟ ولكن كان هناك حيوان واحد لم يحصل على شهادته، إنه ذكر السلحفاة. وما فائدة الشهادة على أي حال؟ طالما أن الشمس مشرقة والطعام متوفر فأنا راض بالعيش بدونها. نعم، في الواقع كان ذكر السلحفاة كسولا لا يريد الذهاب لتسلم شهادة من ملك الغابة، ولم يكن قد شرع في المشي ولو مرة واحدة منذ ولادته، حتى أن الطحالب كانت قد بدأت تنمو على ظهره. يا للجمال! من نظرة واحدة وقع ذكر السلحفاة في حب الغزالة. عفوا يا آنسة. من أنا؟ آنسة، أنت جميلة للغاية، هل تقبلين الزواج مني؟ أرجوك. فكرت الغزالة، من ذا يتزوج أحدا بمثل هذا المظهر الرهيب؟ إلا أنها أحبت أن توصف بالجمال، فقررت أن تعرف المزيد عن ذكر السلحفاة. اسمع، ما نوع الشهادة التي حصلت عليها؟ شهادة؟ نعم، أنا تسلمت شهادة باعتباري أكثر الحيوانات العداءة جمالاً. انظر، يا له من قوام جميل، فعلاً هي تستحق الشهادة عن جدارة. أتمنى أن تصبحي زوجتي. ولكن كيف لي أن أتزوجك وأنا لا أعرفك؟ لديك شهادة؟ هل الشهادة ضرورية؟ ها؟ لا أستطيع أن أتزوج أي حيوان إذا لم يمتلك شهادة. ترى هل هذا صحيح؟ في هذه الحالة علي أن أذهب وأحصل على شهادة. ذهب ذكر السلحفاة إلى ملك الغابة. أعطني شهادة، أي شهادة؟ أقترح يا مولاي أن نعطيه شهادة أبطأ حيوان، ماذا تقول؟ كان ذكر السلحفاة يعلم بأنها ليست شهادة مفيدة، ولكنها شهادة على أي حال. ماذا؟ شهادة أبطأ حيوان؟ يا للعار، إن عدم وجود مثل هذه الشهادة أفضل. نعم، ما هي الشهادة التي تحبين أن أحصل عليها إذن؟ أخبريني لكي أحصل عليها. لم يكن في نية الغزالة الزواج من ذكر السلحفاة، إلا أنه بدا مفتونا بها، فقررت مراوغته بعض الشيء. أنا أحب الأقوياء، عندما تحصل على شهادة القوة أتزوجك. يجب أن تكون أقوى من الفيل أو فرس النهر.
كانت الغزالة تطلب المستحيل، فمن المحال أن يتغلب ذكر السلحفاة على الفيل أو فرس النهر، لكن ذكر السلحفاة أراد الزواج من الغزالة، فأخذ يفكر في شتى الوسائل. الفيل يحمل شهادة أقوى حيوان على البر، والشهادة الخاصة بفرس النهر تنص على أنه أقوى الحيوانات في الماء. أوه، لقد وجدتها، رائع، فكرة. يا فرس النهر، إنك تتباهى دائما بأنك أقوى الحيوانات بالماء، لكنني لا أصدقك. ماذا؟ لدي شهادة تثبت ذلك. الشهادة ليست مقياسا للنجاح، أنا واثق أنني أقوى منك. نعم، أقوى منك وأستطيع التغلب عليك. ماذا؟ وكيف لحيوان صغير مثلك يكون أقوى مني؟ إذا كنت تظن أنني أكذب، تعال لنقيم مسابقة، ما رأيك؟ ولنبدأ عندما تصبح الشمس عمودية على تلك الشجرة. نعم، أنت تتحداني يا للسخرية. نعم، سأترك حبلا طويلا بجانب البركة، وحين تصبح الشمس فوق الشجرة تكون هذه هي إشارة البدء. لقد حان موعد بدء المسابقة. اعتقد كل من الفيل وفرس النهر بأن ذكر السلحفاة منافسه. ناوي على قوته. إنه قوي. طال السباق، فقد كان بين أقوى الحيوانات بالبر والماء. فليتنافسا كما يشاءان. حل الليل، لكن الفائز لم يحدد بعد، وكاد أنف الفيل أن يتمزق كما أوشكت أسنان فرس النهر على السقوط. فليتنافسا. جاء الصباح واشتد التعب بالفيل وفرس النهر، لكنهما أصرا على الفوز. تأكد ذكر السلحفاة من أن الاثنين قد اشتد بهما التعب، فنزل إلى البركة وقطع الحبل. يبدو أن الحبل قد قطع، ولكني للأسف ما زلت قويا. ما رأيك، هل نكمل السباق؟ كلا، كفى، لا يمكنني الاستمرار أمام قوتك. لم تتعب بعد يا ذكر السلحفاة، أنت أقوى مني إذن. نعم، أقوى من فيل البر وأقوى من فرس النار، تعني أن ذكر السلحفاة أقوى من كل هذه الحيوانات؟ أنا لا أصدق، مستحيل مستحيل. هذا صحيح، يمكنني إثبات ذلك. إننا لا نقدر على منافسته. حسنا، إذا كان هذا رأيكما فسوف أعطي ذكر السلحفاة شهادة أقوى حيوان بالبر والبحر. أخذ ذكر السلحفاة الشهادة وانطلق بها إلى الغزالة، ولشدة فرحته تعثر وهو يجري. هذه هي الشهادة، أنا قررت أن أتزوج هذا الغزال. ولكني حصلت على شهادة أقوى حيوان كما تريدين، ما رأيك؟ هنيئا لك، ولكن الشهادة ليست أساسية للزواج، أهم شيء هو الحب. أنا آسفة، لا أعتقد أن باستطاعتي أن أحبك. إن كنت تريد الزواج مني حقا فلتصبح ملك الغابة وتأخذني زوجة لك بالقوة. نعم، إلى اللقاء يا عزيزي.
وانطلقت الغزالة في الغابة بعد ذلك. مسكين ذكر السلحفاة لم يكن ليستسلم بهذه السهولة. ملك الغابة إنه الليث. ظلت السلحفاة تعرف بأبطأ الحيوانات إلى يومنا هذا، وحسب ما جاء في هذه الأسطورة فإنها تفكر للآن بأن تصبح ملكة الغابة.